الخوت والخواتات، الفيديو ديال اليوم ضاع ليا. هادي سبقت السروال هو الاول خيطته، راه الفيديو ديالو ناضي، هو اللي غادي نخليكم معاه. الفيديو ديال هاد السروال هو اللي غادي نخليكم معاه، والفيديو ديال الفوق ما تصورش. ها فين وصلت؟ ساليتها تقريبا كاملة، الافتتاحات ديالي خدمتهم، ركبت اليدين والباندا ديال اليدين، وركبت الباندا ديال الامام، كل شيء واضح. الفصاله هي اللي شي شويه راه حنا مفصلين. هذا حيت الثوب ما عندي ما كافيش، هاد العنق هنا درت ليه واحد الطرف هنايا وجبته مع الخياطات باش تكمل ليا الباندا ديال الامام. وسمحوا لي على هذا الفيديو هذا، المهم الا ما فهمتوش مثلا الخياطه امري لله، نعاود لكم نتقطع الثوب ونعاود لكم هذا اللوهو، هذا ندير كسوه اخرى كاع، ندير كسوه اخرى ونعاود فيها هذا اللوهو. هذا كلشي فهم، راه داكشي اللي بغينا. نخليكم مع الفيديو، ما تنساوش تعليق زوين واللايك، الله يرحم لكم الوالدين والله يوفق الجميع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خياطة اخرى مع الجنب هذا، السك ديالي هو كمل، غندير له السورجي ونرجعو. السروال ديالنا ها هو كمل، غادي نزيدو ليه واحد السميطات في الامام، هاد الطرف هذا غادي نخالفوه هكا، نحركوه
زعما ماشي شي قياس محدد هنايا شي فيها شي 3 سنتيم وغادي وكتوسع شي ديكور وصافي. بغى اللي ما بغاش يدير هادشي ما يديروش هادشي اللي جا صعيب ما يديروش. نقصو من هادي شي شوية كنجيو هنا من الامام كندخلوا بواحد الربع صباع او واحد ستة سنتيم من حدا الجيب كندخلوا وكنحطوا هاد الباصة هادي خيطوها هنا نطويوها هنا فوق لاستيك النيت. من تحت لاستيك نعود وحدة وجيت تجيب الاخر بنفس العبار هما الباصات ديالي. نجي هنا قود جيب على قود جيب غادي نحط هادي خيط هكا نقراطي هاد الروتوش هادا نعاود نرد هكا نعاود ليها خياطة من الفوق الجهة الأخرى
هذا السروال هذا دابا ممكن يتلبس مع حاجة أخرى من غير هاد اللوهو ديالو، بهاد السميطات هادو الأمام. دابا غنطول ليه الطول، السروال ديالي الخوت والخواتات ها هو كمل نتوما. قولوا لي في التعليقات كي جاكم هذا الشيء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.